واحد بيقول واحدة بتقول مقدمة لسيادتكم ابنتكم فلانة حيث أنني قد قمت بتوفيق الرب ودعائكم بزيارة القدس بتقول له عند عودتي من عون من المنوية يا بنتي يسأل انك انت غريبة عن الكنيسة شوية. اولا بتقولي له مقدمة لسيادتكم واللقب ده يعني مش ماشي معاك. وبتقولي زرت القدس بتوفيق من الرب ودعائكم. مين قالك ان انا كنت ادعو ليك بانك تروحي او انزل؟ منعكم المناولة؟ جاي اسمعك من المناولة ده بتوفيق من الرب وبدعائي.